الأبحاث العلمية بين لبنان وفرنسا. يعني صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. الصديق الدائم لإلي شخصيا ببرنامج صباح اليوم. كورونا لا يزال عن جد متربع على عرش الأخبار بكل أنحاء العالم. اليوم عم نشهد عدد إصابات كتير عالي بكل الفئات العمرية. هيدا الشيء بيعني أنه نحن قادمين على انحسار أم ما بيعني شيء؟ حقيقة الكورونا عم بيتطور لأنه فيروس من الطبيعة، وطبيعي يعمل تحورات بكل فصل وبكل منطقة. لذلك هاي التحورات، يعني اليوم بس نقول صار في مثلا أوميكرون، مش يعني بس في أوميكرون، كتير كل يوم بيطلع متحورات كثيرة بس ما عندها إمكانية تكفي، بترجع بتموت. هلأ مرات بيطلع متحور يعني هو مثلا الأوميكرون، إذا بدنا ناخد مثلا الأوميكرون والدلتا، ملاقي الدلتا في 9 نقط فيه صار فيهم ميوتيشن، أم طلع الدلتا وقدر يعيش. نجي للأوميكرون، الأوميكرون في 32 محل صار في تغيير على منطقة السبايك. فإذا مش الفيروس تغير كله، الفيروس بعده ذاته، بس عم بيصير في تغيرات بمناطق معينة فيه. هلا بما أنك حكيت بروفيسور، ما قصدي أقاطعك، عن أوميكرون وعن دلتا وعن ألفا يلي كانوا وعن، طيب هول شو بيصير فيهم؟ يعني نحن اليوم بس عم نقول أوميكرون، بس هن لا يزالوا موجودين؟ أكيد موجودين. موجودين طبعا، وخصوصا دخول المستشفيات، وثانيا العناية الفائقة، ثالثا الوفيات نسبتها أكبر مع قبل من الأوميكرون. الأوميكرون أنا بعتبره نعمة طبيعية وسماوية، إنه إجا الأوميكرون وما إجينا مثلا لامبدا أو جزيلا، أو يعني لأن ممكن يجي يطلع غير شيء ونسميه غير شيء. أوكي. الأوميكرون بحد ذاته هو طعم طبيعي. أوكي. لكن النقطة وين؟ ما فينا ننطر هالطعم الطبيعي بدون ما نكون اخذين طعم قبل، لان نحن ما عم نشتغل بانانيه للفرد وحده، نحن عم نشتغل لمجتمع. صحيح. وللعالم. صحيح. لذلك الطعم اهمته، اهم شيء فيه اهميته يعطي المناعه الاوليه. واحد لو اخذ الاوميكرون رح تكون خفيفه عليه، رح تقوى مناعته يلي هو تقريبا بمثابه البوستر. حلو. اوكي. وأنا بالنسبة لي أكثر، لأن الفيروس اللي ناخده من الطبيعة هو فيروس كامل مع تحورات معينة. نعم. فكفاية وقت نعمل عليه مناعة، نعمل مناعة على كل الإبيتوب اللي عليه، من أول مناعة دموية ومن أول مناعة بالخلايا. لذلك كتار بيقولوا أنا نزل الإيمونيتي بالدم، يا عيني ربنا ما خلقنا بحسب ما بتفكروا، نشكر الله. نعم. خلقنا بطريقة مختلفة. لو رحت المناعة الإيمورال بالدم، عنا المناعة السيلولار بالخلايا. أوكي. يلي هي وبالغدد اللمفي، يلي هيدي مبدئيا لو خفت بتبقى كل الحياة بجسمنا. حلو. فإذا نحن بس نتعرف على فيروس كل حياتنا جسمنا بيعرفه، بس نرجع ناخده لو المناعة خفيفة جسم أهين له يرجع يتعرف عليه، ما إنه عم نتعرف عليه من على جديد. شيء جديد. لذلك أوكي. التعرف على الطعم، الجسم يعرف انه هالفيروس موجود، بيساعد من تخفيف الاستشفاء. نعم. الحالات الخطره، العنايه الفائقه، والوفيات. هذا هو هذا الشيء اللي عم نلمسه اليوم. اكيد. يعني اليوم عدد كتير عالي اذا بدي اعمل مقارنه بين السنه الماضيه بنفس الوقت. نعم. خاصه بالمستشفيات، خاصه باعداد الوفيات. نعم. مع انه اللي انصابوا عددهم هائل. هلا الناس عم تنصاب كتير، والحمد لله الوفيات خفيفة، الدخول للعناية الفائقة خفيف، ونشكر الله أنه في كتير ناس كانوا واعيين ودخلوا ببروغرام الطعم. نعم. اليوم كيف فينا نحن نساعد مجتمعنا أنه نفكر بالطعم، وخصوصا ولو جرعة واحدة، لأن الكل هلأني أخدين 3 وخافين على حالهم بدون ياخدوا 4 و5، وناس التانيين اللي بيقولوا لي بركة إذا أخذنا طعم جرعة واحدة بعد 20 سنة يصير معنا مالتيبل سكليروزس، تصلب لوحي. أنا بعرف إنه هودي فكرون ما بقدر قلن لا، وهودي التانيين بذات الوقت على الخوف عم بياخدوا كتير،
لا هون في حكمة ولا هون في حكمة. هيدا اللي بدي أسأله. يعني اليوم صرنا عم نسمع، نحن أخذنا 2 دوز، صرنا عم نسمع أنه في جرعات معززة ثالثة ورابعة وخامسة. نعم. هل يجوز هيدا الموضوع، خاصة أنه في أرتيكل محطوط قريته من يومين بيقول أنه بتأثر على المناعة بشكل سلبي؟ حقيقة نحن كعملنا العلمي بالمختبرات الاكتشافية بقدر أقول بكل وضوح في عنا العلم. نعم. الحقيقة العلمية. نعم. في مختبرات وفي تجارة. نعم. أوكي. اليوم طبيعي كل ما يطلع متحور بده يطلع له طعم خاص لإله. هل يا ترى لازم ناخد الطعم الخاص للمتحور الجديد؟ هون أنا عندي رأي بس ما رح أعطيه هون. بليز إيه. بليز مبلا. لأن بس انظر علميا بالموضوع كتير واضح الموضوع. يعني. بس وقت بكرة بده يطلعوا الريكومنديشن ويقعدوا بعض الزملاء، انتبه أنا عندي كباحث علمي مني عندي كمية بالمية طبيب إنفكشن 100%. أوكي. لذلك بكرة كتير زملاء بس يجتمعوا وممكن يطلع حدا، ومنعرف حتى بأمريكا في شخص كل ما بيطلع بهيك بعد 3-4 أشهر بتطلع أفكاره غلط، وهو يعني صار في مسار سلبي معين بسبب القرارات السريعة والتي ليست مبنية على شيء علمي. لأن نحن علميا بس نعمل أبحاث تنكتبها بالكتب ونعلمها لتلاميذنا بالمدارس الطبية بتاخد 5-7 سنين إذا كانت أشياء كتير سريعة. فكيف إذا بدنا نطلع فاكسان؟ كيف إذا قصة كلها بسنتين بدنا نخلص الموضوع كله؟ رعب. دونك نحن قدام كارثة. التايتانيك الناس عم تغرق، أفضل يضلوا طيبين. هلا اني ضلوا طيبين بس شربوا شويه ماء وممكن بعد فتره يعملوا التهاب بالريه، مش مشكله، المهم بقيوا طيبين. دونك اليوم لازم ناخذ الطعم. أوكي. بلا ما نفكر. أوكي. بالمستقبل. أوكي. مش نقول فوالا. هلا فكره انه الطعم في بقلبه مواد وعناصر كيميائيه او فيزيائيه للكنترول، يعني الناس دخلوا بنوع من الهلوسه. اليوم الطعم ضروره. ما تنسى كمان دكتور البروباغندا الإعلامية عم تلعب دور. يعني أكيد. كمان في كتير عندك ناس ضد الطعم لما بتطلع بكثافة على الإعلام يعني بتشوه هيدي الصورة للطعم، في ناس رح تخاف وفي ناس رح تعتبره إنه هيدا شيء ما لازم ناخده وما لازم، خصوصا بس نكون بعمق الأبحاث العلمية ونعرف كيف الطعوم انعملت وكيف في شركة توقفت لأن شركة تانية غطت لها الخسارة وعم تعطيها من الأرباح، لأن إذا طلعوا ممكن يغطوا على طعم أول. يعني قصة كتير كبيرة. نعرف أنه في الناحية هنا كمان تدخل التجارة العلمية التي بينحط لها حدود من تدخلات تجارية، وهذا هو يلي بيسبب أنه كتير علماء ومن زملائنا. أنا عندي أحد الزملاء يلي هو كتير نابغة علمية وبيرفض ياخد الطعم بسبب هذه الأمور يلي هي ما بتمت بصلة برسالتنا الإنسانية الطبية. صحيح. وأصلا بلبنان بنعرف شو صار بالدواء. مزبوط. وبنعرف شو حل كوارث، وبنعرف أنه 80% من الصيدلانية كتير انزعجوا وكتير اتضايقوا والله يعينهم، بس بنعرف أنه في 20% عملوا 10 مرات أضعاف، وزيت شيء عالميا. أنا اللي عم بيصير بلبنان هو جزء من الوضع العالمي، نسخة مصغرة عن الوضع العالمي، والكورونا أكد لنا أنه الدول كلها تتصرف. نعم. كما بلبنان بالحرية المنفلتة. طيب هل يجب أنه نحن ناخد الجرعات المعززة ثالثة رابعة خامسة؟ بروفيسور أنت هون بدي رأيك العلمي. أنا رأيي هو التالي. العلمي. رأي العلمي، الإنسان مستقل. أوكي. وما في إنسانين مثل بعض، بدرس كل شخص بشخصه وكل طبيب يشوف كل مريض بمريضه، ومش كل مريض، كل فرد، ويدرس إذا لازم ياخد أو ما ياخد. والموضوع منه عشوائي. أنا ضد تطعيم الأولاد، أنا ضد تطعيم العشوائي. الأولاد عم نحكي تحت 12 أو فوق 12 سنة؟ لا عم نحكي تحت 12. تحت يعني هلأ أني منلاقي لأنه بأمريكا بفتكر أنه بلشوا يطعموا للأولاد اللي هني دون 12 سنة. أولاد صغار أنا شخصيا بلاقي أنه بما أنه ما عندنا وفيات، بالنسبة لإلي علميا بشوف الموضوع خطورة الوفاة. نعم. إذا في شخص ما يموت ويسخن له 2-3 أيام ما عليه منا كارثة. كل عمرنا نعيش بالجريب. وإذا لاحظنا كل المرضى بيقولوا لي أخف من الجريب. أوكي. أوكي. يلي أخذوا لنه طعم الكوفيد مع الأوميكرون. يعني هلأني ما بدي أنا أعمل تدخل علمي كتير كبير، بس بتمنى
الفكر يكون بما انه الاوميكرون اخف شده واخف شراسه، بتمنى اللي اخي الطعم اذا بدي اقوي له مناعته هو عنيد ما بده ياخذ، بتمنى انه يلقط الاوميكرون الخفيف ويطلع منه وتقوى مناعته اكثر ما عشوائيا يلقط الدلتا او فيروس متحور اخر مش معمل له دراسه او تصنيف ويأذيه وينهي له بالتهاب رئوي. بروفيسور عم تقول انه الجسم بيتعرف على الفيروس فيما لو انصاب فيه. الشخص يلي اصيب باوميكرون خلينا نقول ورجع انصاب بدلتا او الفا، او الجسم كيف بيتعاطى معه؟ هل بيتعاطى معه من صفر او لا هيدا يعتبر من يعني اخوات اوميكرون؟ حقيقة الصبية اذا صبغت شعرها وعيونها الزرق الحلوين صاروا صوت تاني يوم، بتعرف اليوم يعني هيك وجهها تغيرت هيك، مش معناتها هي تغيرت. أوكي. الفيروس بس يعمل تحور بعده هو نفسه مع تغييرات معينة نتيجة البيئة التلوث من هيك. كل فيروس هو ذاته بحطه بلبنان أو بالهند أو بأفريقيا الجنوبية أو بالبرازيل أو وين ما كان، هذا الفيروس ممكن يعمل متحور مختلف حسب التأثيرات الخارجية. هن عم بكسروا بكل العالم، عم يجيبوا لنا هن من الهند من البرازيل، محل ما بيعمل تحور وخصوصا اللبناني اسم الله حوله اللي كتير كتير منفتح عالميا، الفيروس بده يوصل. صحيح. لذلك الفيروس بعده الباز هو ذاته، ولو صار في تحور ما بيتغير تكوين الانتيجينيك تبعه. لذلك المناعة الأولية مهمة جدا من الطعام لو صار في تحورات، مش 100% التحور بيشيل مفعول القديم. هل كورونا إلى انحسار؟ هل نحن مقبلين على أيام أحلى من اللي مرقت وممكن نشهد اختفاء لهذا الوباء، أم هو فيروس لازم نتعايش معه؟ أنا كل يوم الصبح بقول له بشكرك يا ربي لأجل التدخل الطبيعة. أنا بعتبر الإنسان بيعمل أشياء لكن بعدين الطبيعة والحكمة الإلهية بترجع بتضبط الأشياء. أنا بالنسبة لي الأوميكرون هو تحور هدية لمساعدة الإنسان نسبة للكوارث اللي كان ممكن تطلع أكثر. المهم نتصرف بحكمة، مش نستهتر ونتصرف بجهل. هيدا فيروس خفيف، خلينا نعرف كيف بدنا نتصرف. يلي مش أخي الطعم ومعه سيرتيفيكا هالقد انه هو مطعم للاسف ما يصدق السيرتيفيكا، هو مش اخذ الطعم وفي كتير منه. اوف. وللاسف بالانتي هيدا مش بس مستهتر بحاله، هيدا مستهتر بالناس اللي حواليه اكيد. وبتعرفي انه الانتي باس يلي عملوا مشكله كبيره اكتريتهم صار معهم سيرتيفيكا كيو ار كود تقدروا يفوتوا على الريستو او شيء. هودي الاشخاص اذا لقطوا خطرين على الغير، خطرين على انفسهم. صحيح. لذلك اليوم صحيح. اهم شغله كل جسد حي معرض للخطر افضل شيء يتعرف على هالفيروس، واحسن شيء نعرفه عليه بالطعم. الاولاد ممكن ينقلوا بس ما في خطر عليهم، ما نحوص عليهم نتركهم. علميا ما بنعرف المستقبل بس مش مشكله، خلينا بحكمه نتركهم يكفوا نموهم ولحقين لبعدين. ثالثا اي طعم ما فارق، المهم يدخل الفيروس على الجسم بطريقه ما حتى الجسم يعمل مناعه اوليه، والبوست والاشياء الباقيه فردا فردا ناخذ القرارات. كتار منهم بحاجته لكن بطريقه حكيمه قادرين المجتمع يكون بسلام، وان شاء الله مصيبه لبنان تكون بسهوله الكورونا، ساعتها بنطلع كمان منه. بس أحلى جملة كورونا. أحلى جملة ختمت فيها بروفيسور رياض سركيس. أنا كتير بشكر حضورك ووجودك معنا بتلفزيون الجديد بالستوديو تحديدا، وأنا بشكرك على وقتك اللي يعطيتنا إياه. يعطيك ألف ألف عافية وإن شاء الله لقاءات تانية بتجمعنا. شكرا كتير لألك. مشاهدينا لهون أنا بوصل لختام برنامج صباح اليوم، مضينا أنا وياكم ساعتين من الوقت، ترجع بتتجدد الأسبوع المقبل. وهلأ بترك الكلمة للبريك ومن بعدها بتكونوا مع الزميلة كلارا جحا وموجز الأخبار. إلى اللقاء.